هو اشنا هو؟ هو شنو بالعربية؟ هو ماما يلا قطعوا يلا قطعوا. يلا 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 ناري 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 لا راه يقولوا لي راه كيقولوا لي عندكم ليكاسيو لا زوبي والله اخوتي واحد تبحلنا والله شو من هذا؟ قولوا فون طياش يا فون فون طياش وش كاين مع فيو وانت ما انت غنوصل الجامع فينا شحفاني 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 لون بوتياج عين البوتياج عامر عريض يلا عين الفلاش قال لي نعاود الحين وانتم يلا ويلا بغيت كينا مع خمسه وحنا التليفون يجمع لينا الهموم اللهم قابلوا التليفون راه كنتشافوا معاكم انتم تشوفونا عنوان هذا حيدو الهموم حيد التليفون شافي من الهموم وتحية لصحاب مراكش تما مشاو عندي اليوم وهيبة في خديجة أم البنات وفي خصم لأن الإيمان بنت الشعب واليوم دخلوا عند نعيمة أم البنات وفي نعيمة أم البنات مولفين مرحبا متابعين زينين والجالية المغربية صباح الخير المشاهدين ديال خديجه ام البنات كي دايرين لاباس عليكم صحيحتكم بخير صباح زوين صباح الورد وصباح الياسمين وزيدوا معنا اليوم غتشبعوا معنا الشاء البيض عمرني ما عمت السلام عليكم دايرين خواتي خواتاتي لاباس عليكم صحيحتكم كلشي لاباس صباحكم مبروك نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله صحه جيده نتوما كتشاهدوا الفيديو اليوم راه نعيمه اختي شحال من عام ما عامت عاودة لكم قلت لكم من 2003 دايره واحد العمليه مسكينه الله يشافيها ويشافينا جميعا ويشافي ام سيدنا محمد اليوم راه غنعوم انا وياها كتعرف تعوم راه خايفه عتعرقني اليوم خايفه عتعرقني اليوم لا عمت اليوم غنولي ميت ماجوره معانا يلا كما قلت لكم هي ما خصهاش الشمس الا عطات الشمس على واحد الرجل عندها شوف شتي هاد الرجل ها هي هاد الرجل عندها مسكينة شتي منفوخة وهادي رقيوقة ملي دارت العملية مسكينة خديجة 2003 هادوك الطبة لا سماحة ولا غفران ليهم تعداو عليها سدوا لها واحد العريقات اللي كيدورو الماء هاد مسكينة عندها هاد المشكل ديال الرجل منفوخة دابا ما خصهاش الشمس الرملة اللي كتكون باردة بحال هاكا تكون فاسقة أولا في العشية هي اللي خصها تمشي فيها دابا راه واخا الشميشه باقا الرمله بارده الا عطات في ديك الرمله الله يسر سلابيلانس جي تهزها ودعيو معايا بالشفاء الله يشافيها ويشافينا جميعا يا رب واخا عاودت لكم على المرض غنضحكم هاجي هاجي Ha ha ha!
السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ حنا وصلنا عند بنت اختي دابا. المهم العراضه عارضه علينا. طياب قالت طيبوا بوحدكم، توحشت طياب امها، توحشت طياب انا، عرفتهم اللي جينا من السفر. المهم كانت مسافره ما بقات جات عندي، الله خرجنا بها من السبيطار، خرجنا وزختها شويه المرض، هذا مريض، هذا سميتو الحمد لله. يلاه امها حتى هي ارتاحت شويه، قالت لها جيت تغداو عندي، ولكن ماما طيب لي راني توحشت طياب. ايوا هانتوما ها الدجاج، ها كلشي، ها فطومة اختي، تعطيكم التحية. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة يا رب. المهم حنا اليوم جينا عند بنتي عارضة علينا، راه تقدات ورحنا هنا اللي غنطيبو وتهلاو خديجة اختي في اللايكات ونبارطاج ونبارطاج، ونتمنى لكم نهار سعيد، واللي شاف هذا الفيديو ان شاء الله يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة يا رب. والتحية لكم، وها خديجة اختي معاكم. ودابا فاطمة اختي راه طباخة على فكرة، نقولها لكم اللي برا بغى يعيط ليها يكتب ليا في الكومونتير ونعطيها النمرة ديالها الجالية ديال برا، راه هي مقيمة في بلجيكا وطباخة تبارك الله، كيعيطوا لها الناس تما في بلجيكا فرنسا. سميت هذيك البلاصه اللي حداها كيعيطوا بروكسل، كيعيطوا لها الناس، كطيب ليهم، كتصاوب لهم البسطيلات الحوت، البسطيله الحلوه ديال اللوز، البيتزا، البريوات معمرين، داكشي اللي بغيتو. الحلويات لا، طبخ المغربي، اللحم بالبرقوق، الدجاج مقلي، الدجاج بالزيتون، اي حاجه بغيتوها. اللحم تا هو محمد، اللحم محمر بالحمد، محمد اللحم محمد، هذه عمرني ما سمعت. المهم الجاليه المغربيه مرحبا بكم، اللي عنده شي فرح ولا اللي عنده شي مناسبه يعيط ليها، راه طيب ليه في دارها وتهذا، ولا تمشي عندكم وطيب لكم. مرحبا بكم لايكات، واللي هنا في المغرب ما حد هنا، اللي بغى شي حاجه مرحبا بكم، ودعيوا معاها حتى هي الله يشافيها ويعافيها، الله يصلح ليها بنياتها، الله يحفظهم من كل شر، ويشافي ليها الزوج ديالها، راجلها سماعين هو اللي كان مسكين مريض، راه شويه الحمد لله. وهي دابا دوك اللي دوك اللي كيتخشاو قبيله. وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف، وخليكم معنا دابا الطريقه وراتكم الاول، غتوريكم الثانيه ان شاء الله. دابا حنايا وصلنا عند العائله ديال الوالد ديالي، حنا جينا هاد البلاصه تيقولوا ليها الهويبه، هذا 36 النواحي ديال الحد سوالم. حنا جينا عندهم، هاد السيد اللي جينا عنده ولد عمي، مراته وهو دائما تيقولوا لي جي عندي. حنا جينا، هذه هي الدويره ديالو، الدويره ديالو زوينه، جينا عنده شحال مره، ماشي اول مره ولا. وخليكم معنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ سي نعيمه الصحه بخير، دخلوا عند خديجه ام البنات، راه عندها داكشي زوين، وهي جابتكم العروبيه، وخليكم معنا.